السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محب قناة المبلل البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل الرز باللبن الحادق اللي الناس بتوع زمان فعلا هم اللي يعرفوه. شايفين الجمال، شايفين اللبن، شايفين القشطة، شايفين الختمة بتاعته من فوق. أوريكم بقى بحبة عسل اسود، بصوا حكاية، حبة عسل اسود، حبة سكر، انا سبته لما يبرد عشان اعرف اطلعه قدامكم كده اهو وتشوفوا جماله. ده بيبقى حادق كده، بنعمله بالقشطة واللبن، بيبقى حاجة من الروائع. الناس بتوع زمان بس هما اللي يعرفوا. يلا نخش على الطريقة، وما ننساش نحط جنبه عسل اسود او سكر. نخش على الطريقة في مطبخ أم بلال وتفرجوا عليه، ولو عجبكم فضلا وليس أمر نعمل إعجاب للقناة. يلا نخش على الطريقة بسرعة بسرعة عشان جعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبتدي طبعا بكوباية رز. عايزة تزودي المقدار، كل كوباية رز هناخد عليها لتر لبن. كل كوبايه رز هناخد عليها لتر لبن. انا النهارده هعمل كوبايه رز. طبعا الاكله ديت ما يعرفهاش الا الناس بتوع زمان، وبجد بجد جميله جدا وهتعجبكم. يلا نروح نغسل الرز. انا كده غسلت الرز خلاص. في بقى حاجتين، يا اما ننقع الرز لمده ساعتين او ثلاثه، ولو مستعجله هنحط الرز في كوبايه ميه ونسيبه يغلي كده، مش هياخد مننا خمس دقائق، وبعد كده نضيف ليه اللبن لما يشرب الميه بتاعته، لان انا مش هزود ميه كتير. طبعا بالنسبه لنقع الرز سهل، في ناس مش هتعرف ان هي تظبط لما تحط الميه للرز وتحطه على النار عشان يغلي غلوه وبعد كده تزود اللبن. فانا دلوقتي هوريكي هعمل ايه. انا خلاص غسلت الرز اهوت غسله كويسه ونزلت النشا بتاعه خالص. هبتدي اروح على النار، رحت على النار بتاعتي اهو، هبتدي ازود الرز بتاعي كوبايه ميه. تمام، واسيبه يشرب الميه بتاعته دهيت، وبعد كده هبتدي اعمل ايه، ابتدي ازود اللبن بتاعي زي ما انا عايزه. خلاص تابعوا معايا كده، وهوريكي دلوقتي لما يبتدي يشرب. اهم حاجه ما يشيلش منك، لازم في الوصفه بتاعتنا دهي الشياطه تبقى محطوطه تحت الحله بتاعتك، وهوريكي هنعمل ايه. تابعوني. عايزه اوريكم بقى، بصوا الرزايه انا عايزاها بالطريقه دي. شايفه الشربت حبه الميه، طبعا موطيه الميه، لا منها استوت ولا منها ايه، يعني شايفين شايفه الرزايه عامله ازاي، عشان انا هكمل السوى في اللبن. فانا كده وصلتها لمرحله اللي هي كانها كانت منقوعه. ابتدي بقى، طبعا الرز بينفش، ما تستقليش كوبايه الرز اللي انا عاملاها ديت، ما تستقلهاش، معرك لي لبن بتعمل حله كبيره، وانا جايبه حله غويطه عشان البقبقه لسه اللي هتبقى على الوش. ابتدي بقى ازود اللبن بتاعي. اهم حاجه يا جماعه لازم النار تبقى واطيه عشان الاكله بتاعتنا تطلع صح. الرز بقى هسيبه يستوي مع اللبن براحته. هجيب بقية اللبن كده، يبقى انا حطيت ايه، لتر لبن اهو. لا بيتحط لها نشا ولا بيتحط لها اي حاجة، الرز هيستوي زي ما بنسويه كده في الميه. ولسه طبعا هنحط الدعم بتاعنا اللي بنحطه بقى القشطه والحاجات دي، وهوريك الختمه اللي بنعملها ازاي. طبعا الكلام اللي انا بقوله دوت اللي يفهمه ايه الناس بتاعه زمان، عارفه الاكله دي بتتاكل بالسكر، بتتاكل بعسل اسود، اتفرج عليها بعد ما تخلص. طبعا هو عايز صبر، انا طبعا ما بفضلش مشغله الكاميرا الا لما ايه بوصل لمرحلة معينة. شايفين الرز بدأ يشرب اللبن ازاي وبيستوي، كل ده على نار هادية يا جماعة. شايفين فرب كده ما بيجي يستوي، ابتدي انزل بالملح بتاعي، بس طبعا ما تحدقهوش قوي، انت زي طبيخك العادي، زي طبيخنا العادي، يعني ما تزوديش الملح زيادة عن اللازم. انا يعتبر كده حطيت معلقة ملح كبيرة.
اقلبها بقى في بعضها، وبرضك اسيبه يستوي على نار هاديه لحد ما يشرب خالص، لا محطوط له نشا ولا محطوط له اي حاجه، وشارب اللبن بس. بصي اكله رائعه. دلوقتي هتتفرجي عليه بقى لما يجمد شويه، وبعد كده بقى ننزل عليه بالسمنه وبالقشطه. بصوا بقى بدا يشرب ازاي وبقى جميل. هبتدي بقى انزل بسمنه بزبده حسب ما انت عايزه. المتاح عندك. انا بحب ايه اقلبه في الاول كده اهو، شايفين؟ مش قادره اوصف لك بقى الاكله دي بتبقى عامله ازاي. اهم حاجه ما نغطيش عليه خالص، يعني احنا شغالين كده، لان لما بتغطي عليه العرق بتاع الغطا بيخليه مش هيعمل معاكي وش، ومش هيطلعه زي ما انا عايزه. انا كده بالنسبه لي خلاص هبتدي بقى احط له القشطه. الاول هحط ايه حتت سمنه كده على الوش، وبعد كده بقى انزل بالقشطه. اي قشطه بقى متوفره عندك، قشطه بلدي، قشطه علب، انا هحطها بس ايه تسيح حبه كده عشان افردها على الوش، لان لازم اعمل الختمه بتاعتي، الختمه اللي انا بقفل الحله من فوق. هوريكم ازاي دلوقتي. ابتدي بقى القشطه كده اهو افردها عشان اقفل بيها الرز واللبن بتاعي من على الوش، واسيبه بقى يبقبق مع نفسه كده اهوت لحد ما يقفل لي الحله بتاعتي. شايفين بيعمل ازاي؟ عشان كده انا قلت لكم لازم نبقى ما نغطيهوش، عشان البقبقه بتاعته اللي بتعمل دي هي اللي بتعمل لنا الوش. لو انا غطيت كل ده هيصفط ومش هيعمل لي وش على وش الحله. القشطه والسمنه هي ديت اللي انا بغلف بيها الحله من فوق، هي دي بيسموها زمان الختمه. تمام، هو يا دوبك كده خلاص يعتبر خلص مني. هطفى عليه واسيبه يبرد، وابتدي بقى اجهز العسل والسكر والحبشتكنات بتاعتي. تابعوني. شايفين بقى الحلاوه بعد ما خلصت وسبتها بردت؟ شايفين الختمه عامله ازاي؟ بجد حاجه رائعه هتعجبكم. ارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. ام بلال البورسعيديه، دلع كرشك دلعي نفسك.